السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مخصص ليك لو انت جيمر، لو انت شخص عايز تحمي بياناتك، لو انت شخص عايز تخفي الاي بي بتاعك، او لو انت شخص بشكل عام بتدور على في بي ان يكون كويس جدا. اي توب في بي ان بيقدم لك تجربة ممتازة جدا. اول حاجة، المنصة دي متوفرة على كل الاجهزة اللي ممكن تستخدمها. اي توب في بي ان موجود على الاي او اس والاندرويد، وموجود للماك والويندوز. ضيف الى ذلك ان هو مجاني بشكل كامل. طبعا في خدمات تانية ممكن تاخدها مدفوعة، لكن بشكل عام انت ممكن تستخدم التطبيق بشكل مجاني. وزي ما قلت لك، اي توب في بي ان من احد مميزاته ان هو بيقدم لك اخفاء الاي بي ادرس بتاعك، ودي طبعا انت عارف انها بتحميك وبتحمي بياناتك لو انت حد بيتتبعك او انت حابب تخفي بياناتك بشكل كويس. كمان زي ما قلت لك ان من خدمات اي توب في بي ان ان هو بيقدم لك بعض الخدمات كده والوصول للخدمات اللي مش متاحة في الدولة بتاعتك. طبعا في منصات بتبقى مش موجودة عندك في البلد، العاب مش موجودة عندك او متاحة عندك في بلدك او في الدولة بتاعتك. طبعا الموضوع ده سهل جدا مع اي توب في بي ان. وطبعا زي ما قلت لك ان هو بيقدم لك حمايه كويسه جدا، ان هو بيكشف لك اي اخطاء او اي حاجه مش مظبوط عندك. واخيرا المنصه دي متاحه على دول كتير جدا، فتقدر تستخدمها وتقدر تستخدم اي دوله انت حاببها. وطبعا في الفتره دي هم عاملين خصومات جامده جدا، زي ان هم اول حاجه كده بيدوك 3 شهور مجانيه بمناسبه رمضان. ضيف الى ذلك ان هم عندهم عرض كويس جدا جدا جدا، عرض باقة سنة ب3 دولار بس. تخيل معايا 3 دولار يعني بالمصري كده حوالي 50 جنيه، 55 جنيه مصري. وطبعا المميزات المهمة جدا في اي توب في بي ان ان هو بيديك حاجات كتير جدا زي الستريم وحاجات كتير جدا. طبعا بقى لو انت بتحب لعبة بابجي، السيرفرات بتاعت لعبة بابجي وكل الحاجات دي هتلاقيها متاحة هنا. اضافة طبعا لخدمات كتير جدا زي تويتش، ديزني بلس وحاجات كتير جدا. وعندك هنا برضو خدمات بين سبورتس، هتلاقي عندك هنا اشهر الالعاب، في سيرفرات كتير متاحه ليها. وبرضو موجود هنا ببجي لايت، لو انت بتحب ببجي لايت موجوده برضو هنا. هسيب لك كل اللينكات تحت في صندوق الوصف. وبس دي كل حاجه النهارده، ده كان فيديو سريع كده وفيديو خفيف. ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب، لاش فيديو جاي ان شاء الله. سلام.